السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في تتمة فقرة الاشتقاق. إذا اليوم غنشوفوا الدالة التآلفية المماسة، شنو كنقصدوا بها والخاصيات ديالها والطريقة ديال الإجابة على التمارين الخاصة بالدالة التآلفية المماسة. دونك قبل ما نمشي للتعريف غنعطيكم واحد الملاحظة اللي كنتصادفوا معها في التمارين. مثلا كيكون عندك ولا كتكون عندك واحد الدالة اللي كتساوي جذر مثلا واحد زائد اكس بحال هكا، وكيتعطى لنا هذا المعطى هذا مثلا 1.007. حنا بغينا نعرفوا القيمة ديال اكس شحال كتساوي، شحال كتساوي اكس من خلال هذه القضية هذه. إذا حنا شنو غنديرو؟ غنديرو تساوي، غنحاول نخرج هذا واحد هذا باش يبقى لي داك العدد اللي غنعرفو بلاصة اكس واللي كيساوي نيت اكس. إذا هنا غنخرج واحد زائد واحد زائد شي حاجة كتعطيك هذا العدد اللي هو 0.007. إذا شنو كاين بلاصة اكس ولا شحال كيساوي اكس؟ هو اكس كيساوي 0.007، واحد هو كنديرو بحال الإسقاط. غنديرو شي مثال آخر، مثلا كتعطى لنا جذر من الرتبة 3 ل 2 زائد اكس، وكتعطى لنا هاد المعطى هذا جذر من الرتبة 3 2.0009. وبغينا نجبدوا القيمة ديال اكس من هنا، نجبدوا القيمة ديال اكس، يعني اكس هاد اكس هذا ملي عوضتو بواحد العدد عطاني هذا، كيفاش غنلقاه؟ غنحاول نخرج عاوتاني يشبه ليا داك التعبير هذا اللي كاين الوسط ديال الجذر الرتبة 3. غنخرج جوج حيت عندك هنا جوج زائد شنو غتعطيني 0.0009. إذا شحال كيساوي إكس؟ إكس كيساوي 0.0009. علاش؟ حيت بلاصة إكس راه كاين هاد العدد. إذا هكا كنعرفو القيمة ديال إكس، كتعطى لك بحال هكا وانت خصك تعرف شحال كيساوي اكس. اذا غنمسح الصبر باش نمشيو مباشره للتعريف. دونك بالنسبه للتعريف، لتكون اف داله قابله للاشتقاق في نقطة أ. هذا معطى ديال التعريف. دونك ملي قلنا راه اف قابلة للاشتقاق في النقطة أ، باش كيفكرني هذا الشيء حسب الخاصية ديال الدرس الاشتقاق في نقطة؟ كيفكرني بأن ديك الليميت اكس يؤول إلى أ، اف دو اكس ناقص اف دو أ على اكس ناقص أ كيعطيني واحد العدد اللي كنرمزو ليه بإف بريم ديال أ، واش مفهوم؟ التأويل الثاني سي اف يقبل، غنكتبو هنا سي اف يقبل مماس، حيت قلنا الا كانت الداله تقبل الاشتقاق في شي عدد راه سي اف ديالها يقبل مماس معادلته على هذا الشكل. هذا هادشي كلشي شفناه في لي فيديو السابقه اللي هي اف بريم ديال ا اللي هي نيت النتيجه ديال ديك الليميت اللي كنحسبو اكس ناقص ا زائد اف ديال ا. هذه هي معادله المماس. اوكي، معادله المماس ديال سي اف عند النقطه ذات الافصول ا اللي كنهضروا عليها في الاشتقاق. مزيان، هنا الا بغينا مثلا نرسموا هذا ايكريك، الا بغيت نرسم هذا المماس، إلا بغيت نرسم هاد المماس غنجي لهنا عندي واحد المنحنى، هذا هو السي اف ياك، المنحنى السي اف، وبغيت نرسم داك المماس، داك المماس للمعادلة ديالو، المعادلة ديالو كيساوي هاد التعبير. مثلا كيكون عندك إكغيك كيساوي جوج إكس زائد واحد، إلا عوضنا مثلا في شي تمرين
هاد اف بريم ديال ا ناقص اولا اكس ناقص ا زائد اف ديال ا، ملي كنعوضوا كل حاجه بلاصتها مثلا كنلقى ايكغيك كيساوي التعبير. بغيت نرسم هذا المستقيم اللي كيتسمى المماس، ولا بغيت نرسم هذا المماس، شنو كندير؟ كنختار جوج النقط، كنختار مثلا ا، غنعطي الاكس واحد القيمه مثلا غنعطيها صفر. الى عوضت اكس بصفر شحال غيساوي ايكغيك؟ جوج في صفر هي صفر زائد واحد يعني واحد. غنختار نقطة تانية، حيت ديما ملي كتبغي ترسم شي مماس كتختار جوج نقط باش يمكن لك ترسمهم. غنعطي مثلا الاكس واحد، شحال غيساوي ايكغيك؟ جوج في واحد هي جوج زائد واحد هي ثلاثة. وكتمشي للمنحنى بحال هكا، كترسم جوج نقط وكيمر منها هاد المماس هذا. هنا رسمت بصفة عامة، يعني ما اختاريتش بالضبط النقط، حيت غير بغيت نشرح. من بعد راه غنتعمقوا في هادشي ديال المنحنى وكيفاش كنرسموا الممسات وكيفاش كنرسموا المنحنى يعني مقاربات الى اخره في دراسة الدالة. دابا اللي كيهمني غير نشرح لكم هاد العجبدة ديال الدالة التآلفية مزيان. حنا ملي رسمنا مثلا هاد المماس هذا جاني هو هذا، ياك؟ يعني في النقطة ذات الأفصول أ، علاش؟ حيت كتهضر الاشتقاق في أ، إذا غتجي النقطة أ هي هادي اللي كتكون فوق المنحنى، هنا الصورة ديال أ، إف دو أ من هنا، وكترسم واحد المستقيم، يعني كيمر داك المماس، ولكن ما كنرسموش المستقيم كبير، كنرسمو غير شوية منه، المماس يعني كيمسو عند النقطة ذات الأفصول أ. كيمسو هنا، هذا هو اللي كيتسمى الممس، كنرسمو فيه غير شويه مزيان. دابا اللي غن سميتو اللي جديد عندي الداله، كاينه واحد الداله اللي كتساوي هاد التعبير هذا اللي كيساوي نيت الايغريك، يعني اف بريم ديال ا x ناقص a زائد f ديال a. كاينه واحد الداله اللي كتساوي لي هذا التعبير هذا واللي كتسمى داله تآلفيه. علاش كنسميوها داله تآلفيه؟ حيت الا رسمنا هاد الداله هادي غيكون المنحنى ديالها عباره عن مستقيم. دونك مثلا الا رسمت هاد الداله هادي غيكون المنحنى ديالها عباره عن مستقيم، داكشي علاش كنسميوها داله تآلفيه، مستقيم، ما كتكونش طالعه ونازله ولا بحال هكا، المهم كتكون مستقيم. مزيان، دونك تسمى الداله التآلفيه المماسه للدالة F في A، يعني تما فين كنهضروا على الاشتقاق. واش مفهوم الاخوان؟ دونك هذه ما بغيتش نسميها جي دو اكس ولا اش دو اكس، ولا سميتها اكس، وهذا السهم هذا يعني كنعبروا بها على اولا كنعبروا بهاد الكتابه هذه، يعني كتعني داله. اوكي، اذا ملي غنرسموا كما قلنا هاد الداله هذه غتكون عباره عن مستقيم بحال هكا. دابا الا جينا نحسبوا الصوره ديال اكس مثلا، الصوره ديال اكس، اكس واحد العدد اللي قريب للا، هاهو اكس مثلا شي عدد قريب للا، بغيت نحسب الصوره ديالو، الصوره ديالو الا بغيت نحسبو، الا بغيت نحسبها كتجي لهنا، يعني تقريبا كتلاقى مع السي اف ومع داك المستقيمه ولا داك المنحنى الاخر اللي كيتسمى داله تآلفيه، يعني كيتلاقى نيت معاهم، حيت اصلا كيتلاقاو في هذه النقطه هذه قريب. دونك حتى الصوره غتكون قريبه الاف دو ا، حتى كنسميوها نيت اف دو ا. ملي حسبنا الصوره ديال هاد اكس بهاد الداله هذه اللي هي داله تآلفيه، راه بحال نيت الا حسبناها تقريبا بالداله اف دو اكس، حيت قراب هنا، يعني بحال الا حسبتيها باف دو اكس. هادشي علاش كنقولوا ان هاد التعبير هذا لدينا هاد التعبير، اولا هاد التعبير اللي كتساوي هاد الداله تقريبا كيساوي نيت اف دو اكس تقريبا، حيت الا حسبت الصوره ديال
هنا غندير هنا اف دو اكس كتساويني تقريبا ديك الدالة اللي كتساوي لينا اف بريم ديال ا عامل لي اكس ناقص ا زائد اف ديال ا تسمى تقريب التآلف للدالة F بجوار A بجوار A. إذن هذه باش غنخدموها عفاكم في التمارين. دابا غنديروا مجموعة من التمارين باش نفهموا معنية هاد التعريف هذا، يعني هاد الأمور هذه اللي درناهم كلها كيفاش كنوظفوها في التمارين. يلا غنمسح السبورة باش نمشيو للتمارين التطبيقية. دابا غنمشيو لمثال تطبيقي ومن خلال هذا المثال هذا غنفهموا بطبيعة الحال الطريقة ديال الإجابة. إذا اعطونا لتكون f معرفة بما يلي: f دو x كتساوي جذر مربع 1 زائد x. السؤال الأول بين أن f تقبل الاشتقاق في صفر. السؤال الثاني حدد الدالة التآلفية ل f في صفر. السؤال الثالث اعطي تقريبا للعدد جذر مربع 1.02، يعني الهدف ديالنا خصني نحسب هذا باستعمال الدالة التآلفية. مزيان، غنجاوب على السؤال الأول: الاشتقاق في صفر. السؤال الأول: الاشتقاق في صفر يعني الخاصية راه باينة، كنحسب الليميت إكس يؤول إلى صفر، يعني واضحة جدا f دو x ناقص f ديال صفر على x ناقص صفر. الصورة ديال صفر غنحسبوها ونشوفو شحال كتساوي. إذا هنا دائما x يؤول إلى صفر، غنحسب الصورة ديال صفر f دو صفر كتساوي 1 زائد صفر، يعني جذر 1 اللي هو 1. إذا كل حاجة غنعوضها بلاصتها، 1 زائد x ناقص 1 حيت f دو صفر لقينا فيه 1. مزيان، x ناقص صفر يعني x. دابا غنحسب هاد الليميت، إلا درت التعويض المباشر غنلقى 1 ناقص 1 على صفر، يعني صفر على صفر، شكل غير مهدد، بان ليا الجذر زائد ولا ناقص عدد كضرب في المرافق، واضح. المرافق هو على اصلا عندك اكس وغتقسم على نفس المرافق. مزيان، الفوق غتعطيك بحال عندك ا ناقص بي فوا ا بلس بي، إذا غتعطينا ا كاري موان بي كاري. من بعد غنقادو الحساب عاوتاني. الجذر غيمشي وواحد مع واحد غتختزل، من بعد غيتختزل اكس مع اكس، غيبقى لينا واحد على واحد زائد اكس زائد واحد. التعويض المباشر غتعطينا النتيجة واحد زائد صفر هي واحد، واحد زائد واحد هي جوج، إذا النتيجة هي واحد على اثنان. بما أن
واحد على اثنان ينتمي الى اغ، يعني ما لقيناش بلوس ولا موال انفيني، كنقولوا راه اف قابله للاشتقاق في صفر. اذا اف قابله للاشتقاق في صفر. اذا هذه هي الطريقه ديال الاجابه على السؤال الاول. دابا غنمسح السبوره باش نمشيو للسؤال الثاني. اذا غنمشيو للسؤال الثاني اللي هو حدد الداله التالفيه المماسه، غير ما كتبتش المماسه، للداله اف في صفر. غنعتمدوا على السؤال الاول، قلنا راه اف تقبل اشتقاق، اف تقبل الاشتقاق في صفر. علاش؟ حيت لقينا في النهايه عدد كما شفنا في السؤال الاول. كاين واحد التاويل الاخر اللي هو سي اف يقبل مماس معادلته إغريك كيساوي اف بريم ديال صفر عامل لي اكس ناقص صفر زائد اف ديال صفر. يلا غنحسب بعدا هاد العجب هذا باش نشوف شحال غنلقاو فيه في هاد إغريك هذا، يعني معادلة المماس. دونك إلا عوضنا تعطينا إغريك كتساوي اف بريم ديال صفر، شحال لقينا فيها؟ لقينا فيها واحد على جوج كما شفنا في السؤال الأول. إكس ناقص صفر راه كيمشي داك صفر، هو إكس. اف ديال صفر شحال غيساوي؟ واحد، حيت جذر واحد هو واحد. هادي راه هي نيت، هادي غير عوضت كل حاجة بلاصتها. مزيان، دابا كما قلنا كاينة واحد الدالة، واحد الدالة اللي كتساوي ليا هاد التعبير هذا اللي هو اف بريم ديال صفر اكس ناقص صفر زائد اف ديال صفر. الى رسمناها راه كتكون عبارة عن دالة خطية او لا دالة عفوا تآلفية، يعني عبارة عن مستقيم ما كتمرش من الاصل المعلم. كون كتمر من الاصل المعلم مثلا غنسميوها دالة خطية، ولكن بصفة عامة دالة تآلفية. دونك توجد دالة اللي كتكتب على هذا الشكل هذا، واحد على جوج اكس زائد واحد، تسمى الدالة التآلفية المماسة للدالة اف في صفر. اوكي، وهاد الدالة هادي راه كتساويني تقريبا، كتساوي تقريبا اف دو اكس، كتساوي تقريبا اف دو اكس حسب الخاصية او التعريف اللي كنا شفنا، كتساوي تقريبا اف دو اكس حيت كيتلاقاو في واحد النقطة عند صفر. دونك اللي كتساوي لي تقريبا اف دو اكس، واللي كتساوي هاد التعبير هذا. دابا اف دو اكس شحال كتساوي؟ شحال كتساوي اف دو اكس في التمرين؟ كتساوي واحد زائد اكس مزيان. دونك هذه هي الدالة التآلفية المماسة للدالة اف في النقطة صفر. اوكي، إذا دابا غنجاوب على السؤال الثالث. السؤال الثالث قال لك حسب لي جذر مربع واحد واحد فاصلة صفر جوج. غنعتمد على هذه، غنعتمد على هذه، غنجي لهنا غندير جذر مربع واحد فاصلة صفر جوج تساوي تقريبا واحد على جوج. شوفوا معايا، هنا عندك واحد زائد اكس، وهنا عندك واحد فاصلة صفر جوج. باش عوضت اكس حتى عطاتني هادي، راه هنا فين خصنا نردو البال داكشي اللي عطيتكم في اول فيديو، يعني وريتكم كيفاش كنخرجوا القيمة ديال اكس. علاش؟ حيت خاصني نعرف ولا بدا القيمة ديال اكس هنا باش نحطها في القيمة ديال اكس هنا. بحال الا عوضتي شي حاجة في اكس كتعوضها بلاصة اكس هنا. انا عوضت شي حاجة عطاونا هاد العدد، يعني بحال الا عوضوا اكس بواحد العدد، وحتى هنا خصك تعرف داك العدد باش تحطو بلاصة اكس. اذا باش نعرف العدد اللي كيمثل ليا اكس غنجي مثلا الوساخ ولا سميتو باش نحددوه. عندك واحد زائد اكس
إذن غنخرج واحد زائد، إذن إلا خرجت واحد من هذه غيبقى لي 0.02. إذن شحال كيساوي إكس؟ القيمة ديال إكس هي، حيت عندك واحد وبلاصة إكس راه كاينة 0.02. إذن غندير مضروبة في 0.02، يعني حطيتها بلاصة إكس زائد واحد، وكتحسب بالآلة الحاسبة داكشي اللي لقيتيه، هذاك هو التقريب. يلا غناخد الآلة الحاسبة غنحسبو هاد العدد، واحد مقسوم على جوج 0.5 في 0.02 زائد واحد، اللي كتساوي لينا في الأخير 1.01. دونك هاد العدد هذا كيساوي تقريبا 1.01، هذا هو الهدف ديالنا، يعني نحددو التقريب ديال هاد العدد. دونك نتمنى تفهموا الطريقة عفاكم، غنمسح السبورة باش نمشيو لمثال آخر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.